التيار سميات المجتمع المدني كل باسمه وبصفته وبالاحترام والتقدير الواجب له. اليوم بتاريخ 21/11/2020 كانت هناك وقفة بمحكمة السناف من أجل الكرامة، من أجل الوصول إلى غاية إكرام المواطن المغربي بما فيهم مهنة المحاماة. بناء على الإرادة الحرة للمحامي الذي يرى نفسه يرفض الخضوع والخنوع وبالتالي الانحناء والاستجابة للعمياء من أجل النضال، من أجل إحقاق الحق والدفاع عن حقوق المواطن ومهنة المحاماة وكرامة الإنسان. الجمعية العمومية عموم المحاميات والمحامون، تحية نضالية عالية، تحية الصمود والنضال والدعم والانخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي، الانتصار والدعم وجمال المطالب العادلة والمشروعة السادة المحامون في المغرب. النقابة الوطنية للصحافة المغربية على المستوى الوطني والجهوي كانت هيئة ديال الدفاع سند انتصار الحرية ديال التعبير وديال الصحافة في بلادنا، وأيضا الهيئة ديال الدفاع تاريخيا كانت في طليعة دفاع الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان، وبالتالي فالتضامن مع السادة المحامون فهو تضامن مبدئي أصيل دائم. نرفض النقابة الوطنية للصحافة المغربية كل الصياغ التكبيرية، والآن للأسف تحولت إلى انتقامية شخصية وشخصنة من طرف السيد وزير العدل في استهداف حصانة ديال الدفاع واستقلالية ديال المحامون وفي استقلال واحد النوبل ديال الرسالة ديال السادة المحامون. إذا نتمين هذا البعد التضامني ديال السادة المحامون والمحاميات. شأن القضاء وشأن المحاماة فهو شأن مجتمعي، وبالتالي فنحن واحد الجزء لا في النسيج الحقوقي المدني ولا في إطارات النقابية المهنية وأساس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ستجدون كل دعم، كل سند، كل المتابعة حتى إسقاط كل المخططات، كل البرامج التي تروم لاستهداف المهنة النبيلة مهنة المحاملات، وكل دعم وكل انتصار لقضاياكم العادلة والمشروعة. السلام عليكم. أنا حاضر اليوم رفقة كتسمع الصوتيات وي انا حاضر اليوم رفقة الزملاء من تضامنا ضد ما يقع، ضد مشروع ممنوح. حنا تنقول من هذا المكان المقدس، تنقول سيد الوزير الا كنتي كتتحدثوا على المواطنه، فالمواطنه هي حقوق وهي التزام او التزامات. اذا كانت التزامات فاحنا كمحامون نؤدي ضرائبنا، وبالتالي نلتزم بحقوق المواطنه من هذا الباب. اما اذا كانت حقوق فلا اعتقد اننا كمحامون نستفيد من اي شيء، لا تقاعد لا ضمان اجتماعي لا اي شيء. شاننا شان اي مواطن، هذا من جهه. من جهه اخرى الحاله ديالي غتعكس المواطن بالضبط، هذا نداء للمواطن باش يعرف لماذا نقف هذه الوقفه. هي الحاله ديالي انا لا استفيد من اي شيء. اصبت بعهاب كاذبه، دوزت تقريبا عامين وانا في السجن، دوزت عامين وانا في المستشفى. يعني العام الاول تيقطعوا لي في الرجل الاولى، العام الثاني تيقطعوا لي في الرجل الثانيه، ولا تغطيه صحيه بدون تكافل. السادة المحامون الله يجازيهم بخير هما اللي ساعدوني، كون ما كانش التكافل، نظام التكافل اللي عندنا كمحامون كنت عاززا على الطبيب والاستشفاء وشراء الادويه. هذا من جهه. اذا حنا يمكن المواطن يستفيد شيئا ما علينا حنا،
يمكن المواطن كيما يجيب شهاده الضعف وشهاده المقدم الى اخره وياخذ بطاقه الرميد، فاحنا ديك الصفه ديالنا كمحامي لا نستطيع ان ناتي بهذه الاشياء وبالتالي لا نستفيد شيئا، ومع ذلك نؤدي ضرائب. نحن لا نتهرب من الضرائب ولكن لا نقبل المشروع الممنوح اللي كيفرضوا علينا ان نقبلوه وبالتالي انه لم نشارك فيه. وعلى هذا الاساس حنا كنلتمسوا من هذه الوقفه الاحتجاجيه اولا المواطن يفهمنا ويعذرنا ويسمح لينا، وفي نفس الوقت الدوله ترجع على المشروع ديالها وتمشي معنا في الاتجاه اللي في صالح الجميع. شكرا.